يعني يا جماعة كمان عندي زي ما انتم شايفين المباراة روعتها انها كانت قمة، حتى الاحتفال بعد المباراة مع الجماهير كان جميل وفي شيء من الانضباط. وحتى النهاردة احنا بنتكلم بندي بيراميدز حقه كمنافس، والاهلي يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق. من حوالي عايز اقول كام الفترة الزمنية، لا بعد مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، كنت الوحيد في مصر اللي طلع قال السوبر الإفريقي، لأن الأهلي خد البطولة بعد الكونفدرالية اللي خدها الزمالك. طلعت وقلت يا جماعة هو سبق، مش هقول انفراد، على مسؤوليتي الشخصية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ستحصل على السوبر. وطلع معالي المستشار تركي آل الشيخ وقال احنا ما طلبناش ده، وانا وقتها قلت ان هو ذكاء من المستشار تركي آل الشيخ في التفاوض، لان متسبي كان طالب رقم عظيم. ولكن ما دام اتكلم معالي المستشار تركي آل الشيخ وقتها ونفى، يبقى ما ينفعش حد يتكلم تاني. ولكن بعد كده حصلت تطورات، وكانت عندي معلومات اكدتها ان السوبر يقترب من الرياض، وهيئة الترفيه تقترب من الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الإفريقي الكاف. الكاف ناس كتيرة هجمتني يا جماعة، ودايما بقول يعني أنا سعيد جدا بنجاح كل زمايلي. ممكن تقفلوا الإربيز يا جماعة؟ أنا سعيد جدا بنجاح زمايلي، ودايما بقدرهم، وانا طول حياتي ما بحبش انتقد زميل، بالعكس فرحان جدا بنجاح ابراهيم فايق ونجاح هاني حتهوت. بعيدا عما يتناولوه، كل واحد حر. فرحان جدا بنجاح زمايلنا في المتحده، بس بابا زعلان انك انت طول الوقت بتشكر في زمايلك، ويجي لما يحصل حدث زي كده هو لم يتحدث احد في الوطن العربي كله. وانا لو جبت لك 4 فيديوهات على الشاشه هتشوفهم بالتواريخ، بعد نفس اليوم اللي فات في الاهلي على الترجي في النهائي، قلت خاص جدا وسبق، لا انفراد ولا حاجه، السوبر الافريقي بنسبه 95% في السعوديه. اتهاجمنا على السوشيال وتجاوزات ناس، يعني مش بنخاطب السوشيال، احنا ناس اعلاميين بنوجه باحترام وبنجتهد في المعلومه. بعد كده اكدت وقلت النسبه بتزيد ل 100% خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا. النهارده المستشار تركي آل الشيخ على صفحته واكد هذا السبق، وزميلنا الاعلامي ابراهيم فايق طلع شرح التفاصيل منذ قليل، وكتب المستشار تركي آل الشيخ الإعلان عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسبي لاستضافة النهائي التاريخي لكأس السوبر الإفريقي 2024 بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض 2024، وسيتم نقل اللقاء المنتظر على قنوات MBC وبي إن سبورتس. وطبعا اكيد هنستمتع بابراهيم فايق وضيوفه او الاستوديو المنتظر. وطلع خبر صحفي، تركي آل الشيخ وباتريس موتسبي يعلنان عن استضافه موسم الرياض لكاس السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك سبتمبر القادم. اعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه والكاف مع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسبي عن التوصل الى اتفاق مع شركة صدى التي تمثل موسم الرياض والاتحاد الافريقي لكرة القدم على اقامة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك في سبتمبر القادم. كمان رئيس الاتحاد الافريقي صرح بعد هذا الكلام وقال الشراكة مع الاتحاد الافريقي والمملكة العربية السعودية متمثلة في هيئة الترفيه تعبر عن علاقة متميزة والالتزام المتبادل من كلا الطرفين، ونحن في الاتحاد الافريقي متحمسون ونتطلع الى نهائي كأس السوبر الافريقي توتال 2024 لكي يكون واحد من افضل النسخ بين اثنين من اكثر الاندية شعبية ونجاحا في افريقيا وهما الاهلي والزمالك. بهني معالي المستشار تركي ابن عبد المحسن آل الشيخ
على هذا الإنجاز الكبير، وبقول له يعني هذه ضربات قوية ليست لموسم الرياض فقط لتحقق بها نجاحات تلو الأخرى، وإنما للمملكة قاطرة مهمة. حتى أنا أعمل لكم تقرير الأسبوع اللي جاي بعد نهائي اليورو، أقول لكم أن المملكة كانت حاضرة في اليورو مع كل المنتخبات، فأنت في حتة تانية بنجاحات تانية مختلفة وشغل تاني مختلف جدا جدا جدا. ببارك لهيئة الترفيه ومعالي الموسيقار تركي آل الشيخ هذا الاتفاق التاريخي. لأنك أنت ليه تاريخي؟ لأني أعتقد أني من بعد السوبر بتاع الكابتن أيمن منصور السوبر ما شفناش سوبر في دولة أسيوية منذ هذا التاريخ إلا هذا السوبر. خلي بالك كان وقتها في آسيا الأهلي لعب الزمالك رحمة الله، كان الأهلي 94 في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. يعني ده أول مرة في طريق آسيا، وأول مرة ودي تاني مرة في التاريخ الأهلي والزمالك لعبوا بعض أساسا في السوبر الأفريقي. إذن هو نهاية القرن 2020 وده السوبر الأفريقي. أشكرك على تصحيح المعلومة، هي أول مرة خروج السوبر الإفريقي بعيدا عن قارة أفريقيا. لا 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 خرج السوبر الأفريقي في الدوحة اللي الزمالك كسب الترجي فيه في قطر، بس القطبين الكبيرين أهلي وزمالك. أهلي وزمالك أول مرة على الأهلي والزمالك. الأهلي وزمالك أول مرة. أول مرة ما قلتش السوبر، هم ما قابلوش بعض غير في 94. أيوة تاني مرة ودي تاني مرة في أفريقيا، ودي يعتبر أول مرة. علشان كده بقول لك أنا عادل إن الأهلي يفوز والزمالك فاز في المرة الأولى، فده بيبقى عدالة السماء. لا عدالة السماء كمان كان في سوبر أو في نهائي كأس كان في السعودية، الأهلي كسب بهدف الخطوط بتاع إمام عاشور. العدالة فين مش هدف. عايز أوجه رسالة من خلال برنامج حضرتك يا أستاذ عبد الناصر لجمهور نادي الزمالك العظيم المحترم. أنا عارف إنه في ناس كتيرة اشتغلت على السوشيال ميديا على هدف إمام عاشور في نهائي الكأس اللي فات، وإنه الزمالك تعرض للظلم والكلام ده كله. خلينا يا جماعة ما ندخلش فريقنا، لأن ده خلاص ده حقوق ورعاية، والاتحاد الأفريقي باع لهيئة الترفيه وملهوش دعوة بتشجيع مسؤول بيشجع مين. يعني الموسيقار تركي آل الشيخ معروف أهلاوي حتى النخاع، ما فوجئتش بيه أنت أنه أهلاوي في الماتش ده. أنا ودي طبيعته بالتأكيد. اللي أنا عايز أقوله أنه جمهور نادي الزمالك ما يضغطش على مجلس الإدارة بحاجات أصل من العدس أصل الكلام ده كله، لأن أنا بشوف الفترة اللي جاية محتاجة كل الدعم. لا يستطيع أحد. نحن نحبس أصل الاتحاد. أنا ليش دعم كلام السوشيال ميديا؟ أنا بقول للناس أو الناس اللي هتتكلم في القصة، أنت في النهاية بتخش المعارك الخاسرة دي وبتخرج فريقك عن تركيزه. خلينا نلعب مباراة احنا وسط اهلنا وسط اهلنا وسط ناسنا. يا صديقي ولا نفتح في ده صاحب. انا وسط اهلنا وسط ناسنا في السعودية في المملكة صاحب الحقوق الاتحاد الافريقي. أيوة تمام. والزمالك ملتزم وصاحب الحقوق وقع مع هيئة الترفيه، ولا يلزمنا سوشيال ميديا تقول ولا تعيد ولا اي حد بيجي. وهذه ضربة وهذه ضربة قوية من الموسيقار ترك يحترم من خلالها الناديين، ولا هي تصدير ان الزمالك ما راحش المرة اللي فاتت فخدت انا السوبر الافريقي. سيار ترك عن شيخ اكبر من هذا بكثير، ومتسبي مش طرف في الخناقة اللي كانت، ولا احنا في طرف مع النادي الاهلي ولا مع المملكة. بس بابا زعلان انك انت طول الوقت بتشكر في زمايلك، ويجي لما يحصل حدث زي كده هو لم يتحدث احد في الوطن العربي كله. وانا لو جبت لك اربع فيديوهات على الشاشه هتشوفهم بالتواريخ بنفس اليوم اللي فات في الاهلي على الترجي في النهائي، قلت خاص جدا وسبق لا انفراد ولا حاجه. السوبر الافريقي بنسبه 95% في السعوديه. اتهاجمنا على السوشيال وتجاوزات ناس، يعني مش بنخاطب السوشيال، احنا ناس اعلاميين بنوجه باحترام وبنجتهد في المعلومه. بعد كده اكدت وقلت النسبه بتزيد ل 100% خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا. النهارده المستشار تركي آل الشيخ على صفحته يؤكد هذا السبق، وزميلنا الاعلامي ابراهيم فايق طلع شرح التفاصيل منذ قليل، وكتب المستشار تركي آل الشيخ الإعلان عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسبي لاستضافة النهائي التاريخي لكأس السوبر الإفريقي 2024 بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض 2024، وسيتم نقل اللقاء المنتظر على قنوات MBC وبي إن سبورتس. وطبعا اكيد هنستمتع بابراهيم فايق وضيوفه او الاستوديو المنتظر. وطلع خبر صحفي
ترك الشيخ وباتريس موتسبي يعلنان عن استضافة موسم الرياض لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك سبتمبر القادم. أعلن معالي المستشار ترك بن عبد المحسن الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والكاف مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسبي عن التوصل إلى اتفاق مع شركة صدى التي تمثل موسم الرياض والاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في سبتمبر القادم. كمان رئيس الاتحاد الإفريقي صرح بعد هذا الكلام وقال الشراكة مع الاتحاد الإفريقي والمملكة العربية السعودية متمثلة في هيئة الترفيه تعبر عن علاقة متميزة والالتزام المتبادل من كلا الطرفين، ونحن في الاتحاد الإفريقي متحمسون ونتطلع إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي توتال 2024 لكي يكون واحد من أفضل النسخ بين اثنين من أكثر الأندية شعبية ونجاحا في إفريقيا وهما الأهلي والزمالك. بهني معالي المستشار ترك ابن عبد المحسن الشيخ على هذا الإنجاز الكبير، وبقول له يعني هذه ضربات قوية ليست لموسم الرياض فقط تحقق بها نجاحات تلو الأخرى، وإنما للمملكة قاطرة مهمة. حتى أنا أعمل لكم تقرير الأسبوع اللي جاي بعد نهائي اليورو، أقول لكم أن المملكة كانت حاضرة في اليورو مع كل المنتخبات، فأنت في حتة تانية بنجاحات تانية مختلفة وشغل تاني مختلف جدا جدا جدا. ببارك لهيئة الترفيه ومعالي المستشار ترك الشيخ هذا الاتفاق التاريخي، لأنك أنت ليه تاريخي؟ لأني أعتقد أن من بعد السوبر بتاع الكابتن أيمن منصور السوبر ما شفناه سوبر في دولة أسيوية منذ هذا التاريخ إلا هذا السوبر. خلي بالك كان وقتها في آسيا الأهلي لعب الزمالك رحمة الله عليه، كان الأهلي 94 في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. يعني ده أول مرة في قارة آسيا وأول مرة ودي تاني مرة في التاريخ الأهلي والزمالك لعبوا بعض أساسي في السوبر الأفريقي. إذن هو نهاية القرن 2020 وده السوبر الأفريقي. أشكرك على تصحيح المعلومة، هي أول مرة خروج السوبر الإفريقي بعيدا عن قارة أفريقيا. لا 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 خرج السوبر الأفريقي في الدوحة اللي الزمالك كسب الترجي فيه في قطر، بس القطبين الكبيرين أهلي وزمالك. أهلي وزمالك أول مرة على الأهلي والزمالك. الأهلي وزمالك أول مرة. أول مرة ماليك ده ما قلتش السوبر، هم ما قابلوش بعض غير في 94 تاني مرة، ودي تاني مرة في أفريقيا، ودي يعتبر أول مرة. عشان كده بقول لك أنا عادل إن الأهلي يفوز والزمالك فاز في المرة الأولى، فده بيبقى عدالة السماء. لا عدالة السماء كمان كان في سوبر أو في نهائي كأس كان في السعودية، الأهلي كسب بهدف الخطوط بتاع إمام عاشور. العدالة فين مش هدف. عايز أوجه رسالة من خلال برنامج حضرتك يا أستاذ عبد الناصر لجمهور نادي الزمالك العظيم المحترم. أنا عارف إنه في ناس كتيرة اشتغلت على السوشيال ميديا على هدف إمام عاشور في نهائي الكأس اللي فات وإنه الزمالك تعرض للظلم والكلام ده كله. خلينا يا جماعة ما ندخلش فريقنا لأن ده خلاص ده حقوق ورعاية، والاتحاد الأفريقي باع لهيئة الترفيه وملهوش دعوة بتشجيع مسؤول بيشجع مين. ملهاش يعني المستشار ترك الشيخ معروف أهلاوي حتى النخاع، ما فوجئتش بيه أنت إنه أهلاوي في الماتش ده. أنا ودي طبيعته بالتأكيد. اللي أنا عايز أقوله إنه جمهور نادي الزمالك ما يضغطش على مجلس الإدارة بحاجات، أصل ما نلعبش أصل الكلام ده كله، لأن أنا بشوف الفترة الفترة اللي جاية محتاجة كل الدعم. لا يستطيع أحد. نحن بص أصل أنا ليه دعوة كلام السوشيال ميديا، أنا بقول للناس أو الناس اللي هتتكلم في القصة، أنت في النهاية بتخش المعارك الخاسرة دي وبتخرج فريقك عن تركيزه. خلينا نلعب مباراة احنا وسط اهلنا وسط اهلنا وسط ناسنا، ولا نفتح في ده صاحب. انا وسط اهلنا وسط ناسنا في السعودية في المملكة بعد إذنك، صاحب الحقوق الاتحاد الإفريقي. أيوة تمام. والزمالك ملتزم وصاحب الحقوق وقع مع هيئة الترفيه، ولا يلزمنا سوشيال ميديا تقول ولا تعيد ولا أي حد بيجي. وهذه ضربة قوية من المستشار ترك يحترم من خلالها الناديين، ولا هي تصدير ان الزمالك ما راحش المرة اللي فاتت فخدت انا السوبر الافريقي. مستشار ترك عن الشيخ اكبر من هذا بكثير، ومتسبي مش طرف في الخناقة اللي كانت، ولا احنا في طرف مع النادي الاهلي ولا مع المملكة العربية السعودية، دي بلدنا التاني وبنتكلم. اشكرك على التنويه. بنعظم في قيمة
السوبر الافريقي ما بين فريقين كبيرين زي النادي الاهلي والزمالك، الجماهير الكبيره جدا اللي موجوده سواء شفنا النادي الاهلي ونادي الزمالك في الرياض في المملكه العربيه موسم الرياض، والهيئه الترفيه الواثق انه الاخراج التلفزيوني وبيبقى الموضوع شكل تاني خالص. خلينا يا جماعه كل فريق يشجع فريق بمنتهى الروح الرياضيه ان احنا نطوق ان احنا نشوف مباراه قويه زي مباراه نهائي الكاس تماما ان شاء الله. نبقى موجودين. لا مباراه نهائي الكاس كانت سيئه فنيا بس عايزين نشوف زيها تاني، بالاضافه عايزين نشوف مباراه حلوه زي بتاعه الاهلي وبيراميدز النهارده، زي الاهلي ولما رجع والزمالك لعبوا في الدوري الاثنين احلى من النهائي الكاس يا صاحب ناس. حتى على نهائي الكاس اللي اتنظم في السعوديه كانت مباراه ناجحه بكل المقاييس، بس فنيا كانت ضعيفه، وفنيا لا فنيا حتى الزمالك كان افضل من النادي الاهلي في المباراه، الزمالك في المباراه ضعيف فنيا مش ككوره يعني. خلينا بس نقول حاجه ان هناك مفاجآت اكيد وانا مغمض هيعلن عنها الموسيقار تركي الشيخ وهيئه الترفيه، ستجعل من هذا الايفنت وهذا اللقاء شكل تاني وفي حته تانيه جدا. رايك يا مهدي قبل ما اروح؟ طبعا ببارك للمملكه العربيه على استضافه السوبر الافريقي، حدث كبير، وانه النادي الاهلي ونادي الزمالك يعني كبار القاره الافريقيه انه لعبوا السوبر الافريقي في السعوديه، وبنبارك للمستشار تركي الشيخ ويعني بنقول له من خلالك ان دي ضربه قاضيه جديده بعد اولاد رزق، انه ما زال يوجه الضربات، انه يعني يشتغل الفتره اللي فاتت كلها هو معلم على. بيعرف يعمل الجدل يعني بيضرب الضربه امتى الزتونه بالظبط، فانه يعني ياخد مفاوضات الفتره اللي فاتت دي كلها وينيم الناس زي ما انت قلت كده في المقدمه بتاعتك على انه احنا مش عايزين الصديق السوبر لانه كان الرقم زي انه متسبي كان طالب رقم خيالي. ايوه رقم خيالي، فانا بقول لك يعني كان طالب رقم صعب انه ينيم الناس خلاص احنا مش عايزين السوبر الافريقي وبتاع، فحتى متسبي اللي كان طالب رقم خيالي فيبدا يتحايل عليك. نجحت المفاوضات، برافو عليك. القصه فبالتالي انه صفقه قويه للمستشار تركي آل الشيخ انه يعني ينجح في الحصول على السوبر الافريقي 27 سبتمبر 2024. نتمنى انه احنا واثقين انه التنظيم والجماهيري والمفاجآت والحضور والتصوير والاخراج والحكام وكل ده هيبقى على ما يرام. نتمنى ان احنا نشوف كره قويه من قطبي الكره المصريه للنادي الاهلي ونادي الزمالك، ونتمنى ان احنا نشوف سوبر افريقي يليق بابطال يعني مصر وابطال افريقيا، وانه العالم كله يشاهد المباراه ويقول ان الكره المصريه ما زالت بخير، وانه النادي الاهلي قوي وبطل افريقيا والزمالك ايضا فريق كبير مهما يمر بعدد من الصعوبات. انا بس بثني على كلام منتصر العوائد الماديه كمان للفريقين المتوقع المفاجات قلت عليها، نادي الزمالك كمان هيستفيد بشكل كبير جدا. طبعا انا عشان كده برضه استاذ عبد الناصر من خلال بثني على كلام منتصر لانه بدا خلي بالك برضه لان مجلس اداره نادي الزمالك مع كامل احترامنا ليهم يعني هم بيسمعوا طول الوقت، فبدا جمهور الزمالك يتحدث على السوشيال ميديا، فمنتصر بس كان كلامه انه بيوجه رساله لمجلس الاداره ولا ما تمشيش ورا ولا السوشيال ميديا. عايز يدير يا استاذ مجلس الاداره دي عايز يدير ويشوف مصلحه النادي في النهايه ما يبصش للسوشيال ميديا. بص انا مش حابب اني انا يحركني السوشيال ميديا، ما ده اللي احنا بنقوله للناس عشان خاطر ما يغلطش الغلطه بتاعه. انا متفق معاك الانسحاب من القمه انا هو النهارده او انه يعمل ازمه في الدوري سيكون سوبر بالزبط. سيكون سوبر مسلسل للقارتين اسيا وافريقيا وسيكون حديث العالم، هذا ما اضمنه. فانا اضمن ما يفعله المستشار تركي آل الشيخ، ودايما بقول ان عنده فارق سرعات عن الناس كلها. هتلاقيه بكره بيعلن لك عن بوم، بعد بكره بومين، من هنا لغايه سبتمبر هتعيش حاله مع احلى سوبر على التاريخ. وانت مغمض واحفظ كلامي. وخلي بالك لسه من حوالي اسبوع كان عندي هنا ضيف في الاستوديو او 15 يوم قال لك السوبر الافريقي ميعاده متاخر حتى ينتهي الزمالك من الرخصه. قلت له غلط، قلت له خالص السوبر الافريقي في مش لا الرخصه لو ما طلعتش كان الزمالك كان سيحرم يعني. بس انا قلت له هذه معلومه ممكن تكون تخمين صواب ولكن هي غلط. ليه؟ لان الاتحاد الافريقي في تفاوض مش هعلن عنه دلوقتي، لان السوبر لن يكون في القاهره كما قيل، والسوبر هيكون في مكان تاني سيعلن خلال ايام. بهني كل الناس كمان في ام بي سي عايزيه وزميلي العزيز وصديقي ابراهيم فايق، وبهنيهم على انهم خدوا الحقوق، واصدقائنا كمان في بي ان سبورت، واتمنى ان المتحده بيتنا
ومكاننا ينجح من خلال تفاوض. انا واثق انه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سنراها ايضا من خلال اون تايم سبورت، لان اكيد سيبدا اخواننا في المتحده في التفاوض خلال اليومين اللي جايين، الا لو كان هناك عقود ملزمه ما بين الاتحاد الافريقي مع بي ان سبورت يعني تخلي الموضوع ما يتمش. لكن انا واثق ان المتحده ستبذل جهد وسيساعدهم المستشار تركي آل الشيخ بقوه في ذلك، لان ذلك لن ينقص من المباراه بل سيجعلها ذات قيمه كبيره ان شاء الله، وباذن الله نستمتع بهذا الايفنت الكبير. انت عارف طيب. بيعجبني فيه المستشار تركي الشيخ اخيرا ان هو مش بيتحدى الناس او مشغل دماغه، هو بيتحدى نفسه، لانه كل مره ما ما ينفعش غير يتحدى نفسه. دي حقيقه، لانه زي ما انت قلت عنده فرق السرعات. هو النهارده انا جبت في الكاس نهائي الكاس كذا وكذا، طب انت متوقع ان انا يبقى نفس الاداء؟ لا لا، انا هروح في حته ثانيه خالص. حتى فيلم احمد حلمي بدا باثاره وجدل رهيب. كل شيء بينجح لازم يبدا بالاثاره والجدل. تحياتنا وان شاء الله مليون مبروك للاتحاد الافريقي وهيئه الترفيه والاهلي والزمالك، قدموا لنا مباراه رائعه.